هذه النقطة بالذات أقدر أقول، يعني ولو أن الحديث عن عمر كدرس، أقول عن محمد عبده أنه رجل وفي مع الكل وليس مع عمر كدرس فقط. يعني معظم الأوقات كون خاصة في رمضان أفاجأ بالتليفون يقول لي هيا نروح علي، نروح على فلان. كان خاصة في فترات المرض والهذا، يعني يلا ألو يلا نروح لمع التوابع بيت. فعلا رحنا سوا التوابع بيت، زرنا في البيت، كان قبل ما يموت بشوية كمان، نروح لسامي حسين، نروح سوا لسامي حسين، نروح له دائما، يعني مرافق له أنا في كثير من الحفلات اللي فيها الكثير من الرفع معنويات زملائه وأساتذته وأخوانه في الوسط الفني. نروح لمحمود خان الفنان الكبير، طبعا من أول الفنانين اللي سجل أسطوانات، كان في خارج المملكة في البحرين وفي العراق. يعني محمد عبده، يعني ما أدري إيش أقول لك، بس إنما لا ينكر فعلا يعني هذه الخطوات وهذه الروح فيه إلا جاحد، لأنه محمد عبده إنسان عظيم في هذه الناحية، ووفي جدا مع أصدقائه وأساتذته، سيما أساتذته اللي قدموا له شيء، يعني لازم يكون معهم. بعد ساعات من ظهوره في مهرجان جدة، عاد عمر كدرس إلى المستشفى لاستكمال علاجه، غير أن حالته الصحية استمرت في التدهور.